مع جميع انواع الكابلات من اول الاسلاك المنزليه الصغيره اللي مش مولد المباني لغايه الكابلات الهاي فولتج كيبلز 66 كي في و 220 كي في. احنا برضه فندم عندنا نشاط مقاولات، احنا حضرتك الشركه اللي ان شاء الله هتبقى منفذه لمشروع خط الربط المصري السعودي، فعندنا الحمد لله توابط كويس في شرق افريقيا من احد الموردين الاساسيين في حياه كريمه مظبوط يا فندم. شكرا يا فندم، شرفتك. من سعادتك في حلمي يا فندم. شريط الشهر المحاول حضرتك. احنا بنصنع الاي في ار ده، بينتج لاول مره في مصر، بيعمل بيغطي المشروعات القوميه بتركب في توشكا، بيمتاز كتير عن المستورد، اولا بنص سعره، مش بنص التكلفه، انتاج مصري حقيقي 100%، ديزاين مصري 100%، بيصدر في حوالي 20 دوله، وبنعمل برضه حضرتك ده انتاج جديد سمارت ترانسفورمر، اول مره بنعرضه، ده بيبقى بيتحط في اي مكان حضرتك وممكن التحكم فيه من بعد. هنا هنا اكبر مصنع في الشرق الاوسط بتاع مصابيح، مصابيح فولت 8 و8 و10 و9، فانا من هذه المحطات اللي شركات القطاع العام والشركات الكبرى خلاص المستوردين الرئيس دلوقتي كانوا بيلاقونا جامد جدا ما شاء الله. الفتره اللي فاتت دي شملنا نفسنا والحمد لله المنتج انتشر جدا في مصر. ده كامل تحت امرك فندم. يعني المواصفات بتاعت الحاجات دي المصابيح والصواميل في المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها منتجنا. حاضر، مصدق هتحقق المعايير كلها يا فندم، هناخدها طالما مصر هناخدها. طبعا المكان ده هو اللي بيساعد فندم في التطوير معانا وبتاع، وبيشتغل برضه معانا في مجال التعليم الفني. يعني يمكن فندم في تعاون حصل بيننا كبير جدا لبناء الانسان فعلا، وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، وقدرنا فعلا نوصل ونعلي مستوى الفنيين عشان نقدر يبقى الفنيين بتاعنا المصريين منافسين في السوق العالمي. وبرضه حصل تعاون كبير جدا مع هذا التصنيع سيادتك، طبعا كان في لقاء مع سيادتك ومع الانتاج الحربي طبعا ومع وزاره الصناعه، فتعاون كبير جدا لنقل وتوطين التكنولوجيا الحقيقيه هنا في مصر. ربنا يخلي حاجه، ربنا يخلي حاجه. نصنع في مصانع السكر بنعملها بنسبه 75%. عندنا يا فندم عندنا حلم كبير ان سيادتك يعني تدينا دفعه ان احنا نشارك في المشروعات القوميه، لان احنا عايزين نخدم بلدنا، ومستعدين يا سياده الرئيس ان احنا يعني نشتغل لمده سنه كامله بدون هامش ربح. عندنا لوحات جهد منخفض ولوحات جهد متوسط، وعندنا كشافات اناره داخليه وخارجيه شوارع. الحمد لله المنتجات بتاعتنا ساهمت في حياه كريمه ومشاريع توشكا في 500,000 وحده سكنيه وفي الدلتا الجديده. وعندنا برضه صناعات مغذيه يا فندم زي صناعه الاستنباط للمنتجات بتاعتنا، بنحقن داي كاست المنيوم عندنا في المصنع وحقن بلاستيك. الحمد لله يا فندم شغالين في مصنع المنتج البريكارات الكهرباء، ده منتج من ال 130 منتج اللي سيادتك اشرت بيهم. بنشتغل في كل المشروعات القوميه طبعا، توشكا، حياه كريمه، مستقبل مصر، زائد الخطه القوميه للكهرباء، زائد التصدير كله محلي بنسبه 100%. طبعا بس فقط خامتين اللي بنجيبهم من الخارج اللي هو الصاج السيليكوني والنحاس. يوم الاثنين اللي فات في المؤتمر الاقتصادي اتفقنا كصناع بالخطة الجديدة اللي معمولة في قطاع الكهرباء، هنتحد كلنا فيها ونوعد سيادتك في الزيارة الجديدة في المصنع بإذن الله 145,000 متر في مدينة بدر. ألف مبروك. ألف مبروك. أنا فندم ده جناح بتاع شركة إبدأ. حضرتك أنت شفت الحاجات دي في المعارضات، دي القطع اللي هي بتاعت المحتوى بتاع شركة إبدأ والقطع يا فندم، دي أجهزة التكييف اللي هم بيتكلموا عليها والقطع يا فندم، دي منزلية يا فندم بيعملوا الجزء بتاعها، هنا اللي هي الترمبات بتاعت الوان والفريد بأشكالها. إن أنا يبقى عندي يعني السوق في شركات وفي مصانع كتير جدا بتطلع، احنا قد نكون احيانا مش شايفينها، وعدم ان احنا شايفينها بيضطر ان انا اقول اجيب المنتج ده من بره، يبقى نطلب منه هو قائمه، نطلب منه قائمه فندم باحتياجاته. كل اللي انا مطلوبه في اللي احنا بنشوفه ان احنا المكون المحلي فيه يبقى متعاظم. حضرتك تامر فهمي
انا صاحب شركه راجا ميك، واحنا شغالين في التعميق التصنيع المحلي من سنه 99. بدانا ان احنا عملنا منتجات بتخش في صناعه البوتاجازات والغسالات والثلاجات. احنا ما عندناش براند بتاعنا، بس احنا بندي الكود المصانع اللي في المنطقه، وبنصدر معظم انتاجنا لكل اوروبا، وبنصدر لانجلترا، وبنصدر للارجنتين، وبنصدر للجزائر. طبعا احنا عندنا افكار كتيره جدا ان احنا نعمق اكتر التصنيع المحلي يعني بفضل شركه ابدا. احنا عملنا مع بعض اول شركه راجا ابدا، وبدانا فعلا جبنا 3-4 منتجات جداد. بدانا جبنا المكن بتاعهم ورايحين نستلم الخطوط بتاعتهم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي من ايطاليا، وجبنا كمان معانا شريك اجنبي بيصنع محابس الغاز بتاعت البوتاجازات. ودي من الحاجات الاستراتيجيه جدا في صناعه الاجهزه المنزليه، لان هي مش موجوده في مصر بل موجوده في العالم كله في 4 شركات بس. فاحنا اقنعنا الشريك الاجنبي ان هو يخش معانا، طبعا بمساعده الناس بتوع ابدا ونخل الاستثمار اللي حضرتك عاملينه في البلد. الناس اتشجعت وجت، وانا ممكن اسيب له بقى الكلمه يكلم سعادتك. يعني Your Honor, President, my name is Aykutcan Yıldız. I am the managing director of the Turaş Gaz Valve. We are producing gas valve and it is accessorized for home kitchen appliances for the 40 years. Thanks to EBDA's professionals, they approached us very positively, and we will be the proud of this, a part of this project. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. احنا ديل الصلب تاسس 1865، يعني اكثر من 150 سنه. ابتدينا المصانع الكبيره بتاعتنا سنه 2000، بننتج الصاج البايد والمجدن والملون. المنتج ده مثلا يا فندم ده ستاند، واحنا بنعمله شركه ايكيا العالميه، بنعمل منه حوالي 1.25 مليون ستاند في السنه، بيروح للعالم كله. اتوبيس يا فندم صديق البيئة بيشتغل يعمل بالغاز الطبيعي. برضه تكملة للصناعة عندنا فندم غرفة للتكنولوجيا والمعلومات، عشان دي اللي تعمل عملية تطوير برضه أي حاجة من غير معلومات يا فندم غير التكنولوجيا. مهندس خالد إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. نمثل صناعة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. احنا طبعا عندنا يعني احنا غيرين على بلدنا جدا، زي ما كل الناس غير على بلدها. احنا شايفين ان الهند بتصدر بحوالي 170 مليار. لازم يبقى فيه دعم جامد جدا في موضوع التصدير ده. الموضوع ده احنا مش شغالين فيه بقالنا 5 سنين. لان انا منتبه جدا، لان ده ثروة من ليس لديه ثروة. مش كده؟ العقول والموضوع والاي تي. مش كده؟ بشكل في لبسه اتحل كده، هي كده. انا بقول لكم وبوعدكم ان شاء الله من خلال زمايلي في الحكومه احنا هنسعى سعي حسيس من خلال المتابعه الدقيقه والتواصل. احنا سعادتك متفائلين النهارده بالتحديث بتاع سعادتك، واعتقد ان مصر بدات بدايه جديده النهارده. النهارده جالي كميه مستثمرين بعد اللقاء كلهم عاوزين يخشوا السوداء يا اخي. يا والله لو هو السوق العالمي هو كل المنتجين، مش احنا عندنا احسن الكالسيوم عندنا؟ طبعا. مش كده؟ كالسيوم كربونات احسن واحد، مش احسن حاجه؟ احسن جوده في بني سويف. وراجل ده منتج، ده اكبر منتج، ده مش كده؟ ده منتج والكوارتز وغمل البيضاء. لا اصل اقول يعني عندنا والملح خلي بالك يعني والله العظيم الاحترام والمحبه والتقدير والامانه الطيبه لكل المصريين. وبالمناسبه عمر مصر ما هتقوم غير بيكم. ربنا يبارك فيك. وبالمناسبه الكلام ده ما قلتوش دلوقتي، الكلام انا صحيح الكلام ده قلته من في الترشح. يا جماعه تعالوا ونجري معاك، وانا واي حاجه انا فتحتها زي الرمال السوداء وغيره وغيره قلت دي متاحه للقياده المخلصه يا فندم وطني. يعني احنا كلنا يعني كل الناس مخلصه، بس يمكن بنشاور على ان احنا مستعدين نساعد في ان احنا نتحرك لقدام. اذا كنتوا خايفين على البلد دي لازم تغنوا المصريين. لازم ايه؟ تغنوا المصريين، مش انت اللي تغنى. اسمع، لو انت منشاتك اللي انت عاملها دي، مصنعك اللي انت عامله مش امن طبعا ولا حاجه، كله هيبقى امن بمين؟ بان كل مواطن ماشي في الشارع مرضي.
صح. عشان كده احنا بمرض ازاي؟ احنا متحمين فيك يا فندم. لا متحمين فيك ولا فيك. احنا متحمين فيك كمان بعد ربنا بجد. ربنا ده بجد انت الحمايه الحقيقيه بتاع مصر. ربنا وفي عصرك ان شاء الله مصر دي هتبقى دي الدنيا. شكرا جدا يا فندم. سعيد بيكم.